صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وكواليس جديدة ليوم جديد، وبالتحديد تاني يوم لينا هنا في مدينة سوسة استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق النجم الساحلي، واللي هي أكيد أكيد مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي. مباراة الذهاب إن شاء الله النادي الأهلي مطالب إن هو يحقق فيها طبعا نتيجة إيجابية، لكن خلينا نقول الفريق هيعمل ايه النهارده. النهارده هيكون في طبعا ميعاد الفطار بالنسبه لفريق النادي الاهلي. قبل الغد مباشره هيكون في محاضره من كابتن حسام البدري. النهارده هيبقى في محاضرتين، طبعا محاضرات خلاص بقت مكثفه بالنسبه للفريق من قبل كابتن حسام ومن قبل الجهاز الفني في اطار الاستعداد المستمر لهذه المباراه المهمه. المحاضره الاولى هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا طبعا قبل ميعاد الغداء. المحاضره يمكن هتستمر حوالي تلت او نص ساعه، بعديها هيكون مباشره ميعاد الغداء. النهارده ايضا هيكون في مؤتمر صحفي للكابتن حسام البدري للحديث عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. المؤتمر ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس. بعديه مباشره الساعه 6:30 هيكون المران الاخير للنادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه الهامه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. ايضا بالليل هيكون في ميعاد العشاء اللي هيكون بعد المران. بعد العشاء مباشره هيكون في المحاضره الاخرى من الكابتن حسام البدري للاعبين، واللي هيتكلم فيها طبعا اكيد عن نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق النجم الساحلي. بشكل عام الاجواء جيده، بشكل عام النادي الاهلي مستعد بشكل جيد جدا. خلاص يمكن بالنسبه للفريق والاصابات حسام عاشور واحمد الشيخ خلاص بنسبه كبيره جدا هيكونوا خارج المباراه، بالتالي كابتن حسام البدري مجهز البدائل اللي هتكون بالتحديد مكان حسام عاشور هيكون هشام محمد في تشكيل النادي الاهلي. التشكيل المتوقع خليني اقوله لكم سريعا، هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، امامه ناحيه اليمين احمد فتحي، اثنين مساكين رامي ربيع وعوده سعد سمير، ناحيه الشمال هيكون علي معلول، في نص الملعب عمرو السليه، وهيكون بيجاوره هشام محمد، امامهم عبد الله السعيد، وليد سليمان جونيور اجاي، ووليد ازارو. ده التشكيل المتوقع طبعا، ده حسب حسابات الجهاز الفني وحسب رؤيه الكابتن حسام البدري هل هيستقر فعلا على التشكيل ده ولا لا، لكن ايا كان اي 11 لعيب هيلعبوا ان شاء الله هيكونوا قد المسؤوليه، ان شاء الله هيحققوا نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في مصر. كل الامور ماشيه بشكل جيد، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويقدر ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه تدي له اريحيه بشكل او باخر في مباراه العوده في مصر. وان شاء الله هنفضل مستمرين معاكم حتى موعد المباراه وحتى ان شاء الله وصول الفريق للقاهره، واكيد كل الاستعدادات على ما يرام بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي يلعب مباراة جيدة جدا هنا في سوسة في ظل تواجد جماهيري غفير من فريق النجم الساحلي، وهيكون في عدد قليل طبعا من جمهور النادي الأهلي. كلنا متفائلين هنا إن شاء الله، البعثة متفائلة بشكل عام، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفي هذه اللحظات معايا لقاء هام جدا مع نائب رئيس نادي النجم الساحلي دكتور جلال كريفة. برحب بيك في البداية، وطبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا ما بين الأهلي والنجم الساحلي في دور نصف النهائي. اتكلمنا عن الأجواء هنا قبل المباراة ازاي، احنا شايفين الأجواء حماسية، لكن استعدادات فريق النجم الساحلي لاستضافة هذه المباراة. اهلا وسهلا بكم واهلا مرحبا بكم في تونس. البعثه العالميه للنادي الاهلي، النادي الاهلي وكل المسؤولين ورئيس النادي والوفد المرافق، مرحبا بكم في تونس، مرحبا بكم في سوسه. هذا معناها شرف لنا باش نشوفوكم بيناتنا، واحنا والله فرحانين بوجودكم، هذه اول حاجه. ثاني حاجه
العلاقات بين النادي الأهلي والنجم الساحلي علاقات كبيرة جذورها في التاريخ من سنوات عديدة، والعلاقة الطيبة مع مجلس الإدارة ومع المسؤولين ومع كل المعناها اللي عندهم انتماء للنادي الأهلي، والحمد لله لقاءات بين النجم الساحلي والنادي الأهلي دائما لقاءات كروية شيقة، لأنهم زوز فرق كبار، زوز عائلات عريقة في كرة القدم. فبالتالي أنا حسب رأيي الماتش هذا أعتبره دربي، لأنه يجمع زوز فرق من شمال أفريقيا، النجم الساحلي والأهلي المصري. هذه مباراة ذهاب، ما زالت مباراة عودة. مباراة بين الأهلي والنجم دائما مباراة تكون صعبة، ما تكونش مباراة سهلة، تتلعب على جزئيات، والتحضير فيها يكون دائما تركيز كبير بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للنجم الساحلي. فبالتالي تكهن بالنتيجة صعب، والمهم تكون مباراة. خدتني بسرعة قوي في المباراة، بس احنا عايزين نشكرك في البداية على الاستضافة الجيدة جدا لبعثة النادي الأهلي. بصراحة موفرين كل عوامل الجيدة اللي تساعد النادي الأهلي طبعا ان هو تكون مباراة جيدة ان شاء الله ما بين الفرقتين، مستوى فني ان شاء الله يكون عالي. فاحنا بنشكرك اكيد على الاستضافة الجيدة بالنسبة للبعثة بشكل عام. لا شكر على واجب، هذا واجب، لان كما قلت لك في بداية الحديث علاقتنا بالنادي الأهلي علاقة كبيرة، وتقريبا تقول فرقتين متوأمين يعني. فبالتالي نفس الشيء، احنا لما نسافر لمصر ونلاقي النادي الاهلي المعاملة دائما تكون على احسن ما يرام، وحتى لو نلاقي فريق مصري اخر دائما اخواننا واصحابنا في ادارة النادي الاهلي والنادي الاهلي يساعدونا ويسهلونا الاقامة في مصر. فبالتالي اللي عملناه هذا واجب، واللي عملناه شيء قليل من كثير، واحنا ان شاء الله اذا نقدر نعمل احسن من هيك نعمل، لان النادي الاهلي يستاهل، ناس محترمين وفريق محترم. فبالتالي هذا هو المطلوب. المباراه بقى مباراه صعبه جدا، الاهلي ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا، اكيد متاكد ان فريق النجم الساحلي ايضا مستعد استعداد جيد للمباراه دي، والروح المعنويه عند الفرقتين عاليه. المباراه بقى شايفها ازاي؟ أنا قلت لك الاستقبال والظروف الإقامة والعلاقات هذه حاجة، والتنافس النزيه الرياضي يكون في الميدان بين زوز فرق من أحسن الفرق موجودة في إفريقيا، من أكثر الفرق تتويجا بالألقاب الإفريقية، ولهذا مش أول مرة نواجه احنا النادي الأهلي. وبعدين الوصول الفرق للمربع الذهبي هذا يدل على انه فرق جامده وفرق قويه وفرق متهيئه ومتحضره، والتحضير كما قلت لك بالنسبه للمباراه هذه هو نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. فبالتالي تحضير يكون تركيز وتحضير وكل الجوانب معناها اللي تهم المباراه، الجهاز الفني هو اللي لهي بها. احنا كاداره وكمسؤولي مجلس اداره في النادي موفرين كل الظروف الطيبة للفريق، وإن شاء الله تتعادى مباراة في روح رياضية عالية، ويورينا الزوز فرق هذم الاثنين اللي أحسن فرق في أفريقيا، نعاود نأكد عليها، يورينا كرة كما تقولوا بالمصري كرة كويسة، كرة نظيفة، يخلي العالم الكل اللي يتفرج فينا يتمتع بها، جمهور الأهلي وجمهور النجم والناس اللي تتفرج في القنوات الفضائية. وبالتالي ان شاء الله يكون هو مثل العرس الكروي، ان شاء الله يكون ناجح على احسن ما يرام وعلى كل المستويات تنظيميا وكرويا، وفي الاخر النتيجه المولى سبحانه وتعالى هو اللي حددها. عايزين بقى نتكلم عن الجمهور والحضور ان شاء الله اللي هيحضروا المباراه دي، عدد الجمهور هيكون قد ايه، والترتيبات الامنيه الخاصه بالمباراه دي. احنا العدد المسموح به 15,000 متفرج في ملعب سوسه لأمور أمنية. الملعب أعتقد بيشيل أو بي 24,000. الملعب يشيل 24,000، لكن لظروف أمنية وأسباب أمنية 15,000 تذكرة وضعت على ذمة الأحباء، ومنها 1,000 تذكرة على بالنسبة لأحباء النادي الأهلي. احنا مش نوفر تذاكر للأحباء، ومرحبا بالأخوة المصريين اللي يجيو مش يتابعوا المباراة في الملعب، وعندنا ترتيبات أمنية كلها على أحسن ما يرام، وفي مكان مخصص للجمهور الاهلي، وفي حمايه لهم في دخولهم وخروجهم من الملعب، وان شاء الله ما فيش ولا مشكل وما يصيرش ولا مشكل.
وعنا في التجربة سارق بل وجانا للأخوة المصريين وتفرجوا وروحوا لبلادهم سالمين آمنين. أيضا معي في هذه اللحظات أستاذ فكري صديق أحد أعضاء نادي الأهلي البارزين واللي بيسافروا دايما مع الفريق في أي مكان من زمان جدا، صح دكتور فكري؟ الحقيقة أنا بسافر مع النادي الأهلي من سنة 1982 في أول بطولة خدها النادي الأهلي وكانت في كوتوكو، وخدنا البطولة دي وسافرت معهم كذا سفرية، كل البطولات تقريبا الأفريقية سافرت معهم، وسافرت معهم في اليابان يمكن أكثر أربع مرات، وكنا موجودين هنا في 2006 لما خدنا البطولة و2012، وإن شاء الله ربنا هيتوج بإذن الله كده هناخد البطولة دي بإذن الله، لأنه هنشاف إن ربنا هيكتبها لنا وكله بتدابير ربنا إن شاء الله. كنت موجود انت هنا في ماتش الترجي، المباراة شفتها ازاي وكنت متواجد وكنت متفائل قبل المباراة؟ النهارده بقى قول لي، احكي لي قبل مباراة النجم الساحلي، متفائل برضو ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجة ايجابية مبدئيا هنا في التونس الاول قبل ما نرجع نلعب في مصر؟ النادي الاهلي لما بيلعب اي مباراة بيلعب للفوز، وانا متفائل، وهم اللعيبة لو تشوفهم كلهم مركزين وكلهم منضبطين، ويعني الحقيقه يعني ما يعني انا ما بشوفهمش غير بيطلعوا من اللوكانده على الملعب والملعب الى اللوكانده تاني، وان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني باذن الله على التعب اللي بيتعبوه لازم ربنا هيديهم، وهم نيتهم كلهم يعني الحقيقه يا ربنا هيديهم باذن الله كل حاجه حلوه، وان شاء الله يعني ناخد البطوله بس نعدي النجم النهارده. وانا الاجواء هنا صعبه شويه، حماسيه كده شويه، الجمهور متحمس ومتركب، هو عشان هنا البلد بلد صغيره في سوسه، فالملعب صغير والعدد يعني غير تونس. والحقيقه انا بتربطني علاقه بالدكتور جلال كبير فوق عن 10 سنين، وهو يعني انا شايفه موظف كل حاجه غير 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 لما كنا في مباراه الترجي، فان شاء الله ربنا يعني هيدينا، وانا متفائل جدا، وان شاء الله يعني هنعمل نتيجه ايجابيه هنا. الفرقة كويس. توقعاتك النتيجة ايه؟ التوقعات دي بتاعت ربنا، لكن ما حدش يقدر يتوقع حاجة، دي كورة، لكن أنا متوقع إن الأهلي هيعمل كل ما يمكن إنه يتعمل، لأنه الانتصار بيجيب انتصار. فيعني كسبنا الترجي وما كانش يعني أكثر المتفائلين كان بيقول إن إحنا يعني هنطلع من الدور ده، لكن إن شاء ربنا إنه إحنا نبقى مغلوبين، ودي ده النادي الأهلي. بيبقى مغلوب ويرجع تاني للمباراه، فيعني الحقيقه عملوا جيم كويس، وان شاء الله يعملوا باذن الله بكره كمان جيم كويس، ونفرح كل شعب مصر وكل الاهلاويه كلهم. يعني مسيح
لسه مستمرين معاكم، واكيد الاجواء في تونس هنا، واكيد طبعا كل جمهور النادي او كل جمهور النجم الساحلي متاهب لهذه المباراه، مترقب لهذه المباراه. اكيد مباراه مهمه وقويه جدا، فرقتين كبار جدا، فرقتين اكيد يعني عندهم طموح كبير. معانا دلوقتي طبعا بعض الجماهير النجم الساحلي التونسي، واكيد مستنيين المباراه. اهلا بيك. السلام عليكم. الحمد لله. مباراه شايفينها ازاي واكيد مترقبينها؟ والله مترقبينها برشا، وان شاء الله نستناو ماتش كبير من الفريقين. ان شاء الله اللي يلعب خير هو اللي يترشح للدور النهائي، ونتمنى الانتصار للنجم بالطبيعة. الاهلي عندنا معها تاريخ كبير وعندنا ذكريات حلوه في 2007، ان شاء الله نعاودوها في 2017 ان شاء الله. حاطين انتوا العلامه العربيه بقى، ويعني ها الماتش خذينا التكيات نتاع الماتش، ونحضر ان شاء الله غدوه عندنا ماتش كبير ودخله كبيره، وان شاء الله النجم يترشح على فريق الاهلي. حاضرين دخله المباراه اكيد. طب قول لي بقى الدخله هي عباره عن ايه بقى، يعني خليها بالنسبه لنا نبقى عارفين. هذه مفاجاه. عايز اخد رايك وتوقعاتك للمباراه. ان شاء الله هتكون مباراه حلوه. تشجع النجم الاول؟ اي بالطبيعه. مفيش حد هنا في سوسه ما بيشجعش النجمه. كل نجم، كل نجم. بس ان شاء الله مباراه حلوه كتير، والفريقين حيقدموا مش يلعبوا معنا حاجه باهيه، كوره باهيه، فهمت؟ شرينا كوره. اما مصعب شويه، كعليني كعليك. وان شاء الله نفوزوا بركه. قول لي مين العناصر اللي في النادي الاهلي اللي انتوا يمكن مقلقين منها شويه او خايفين منها شويه؟ لعيبه مين اساميهم قول؟ الاهلي كله. كله صعب، مش لاعب ولا اثنين. كله فريق قوي قوي كتير، وعنده في الملعب بيلعب كتير، وان شاء الله فرجه حلوه. ان شاء الله ان شاء الله. كم النتيجه؟ نتيجة صعيبة شوية، إن شاء الله 2-0 للنجم الساحلي إن شاء الله.